المالية تأمر وحدات الحكومة بصرف على موازنة 2019. أصدرت وزارة المالية أمرا يخول للوحدات الحكومية الصرف على موازنة 19 و2000 على أن يتم الالتزام بالضوابط التي تحكم موازنة البرامج والأداء، وأهمها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والالتزام بتنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالسياسات الكلية والمؤشرات الاقتصادية المجازة بالموازنة. ووجه أمر التخويل بالصرف الممهور باسم وكيل وزارة المالية عمر فرج الله بتنفيذ الموازنة وفق أهداف وموجهات موازنة العام 2019 وتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وفق أولويات البرامج. صحيح، ويمكن يعني في ظل المشكلات الاقتصادية اللي احنا بنتحدث عنها، الجميع يعني يتحدث عن موازنة 2019 ولأي مدى يمكن تكون بنود الصرف فيها يمكن فيها محددة. في جانب الإيجابي ومحددة. نعم بالطبع، كان الميزانية هذه أول تنفيذ الميزانية في 2019، وهذه ميزانية تجابيها تحديات كثيرة. يعني الآن نشهد في هذا الشهر، شهر ديسمبر الماضي، ارتفع التضخم تجاوز 73%، وهذا أمر خطير. يعني صرنا ثالث أكبر دولة ترتفع في معدلات التضخم بعد فنزويلا وجنوب السودان. هذا أول تحدي. التحدي الآخر، كيف نحقق استقرار في سعر الصرف. التحدي الثالث، ضبط المصروفات الحكومية. يعني من ضمن الأهداف الميزانية أن تضبط المصروفات الحكومية، وأيضا المشروعات المحددة في التنمية، حتى لا تكون هي فقط محددة للصرف، ولكن هناك مشروعات وبرامج في خاصة الصحة والتعليم. يعني هذه قضايا تنعكس على المواطن مباشرة. إذا كان تحدثنا أنه الآن احتياجات، يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية، أكبر سلع الغذاء الوقود والدواء ينبغي في هذه الميزانية أن تكون واضحة، ولا يحدث فيها أي تلاعب ولا تحدث فيها أي فجوات. نعم، لأنه الآن نعاني من هذه الأزمات الثلاث، بذات أزمة السيولة منذ فبراير الماضي. يعني الآن تقريبا عام كامل، يعني كل الميزانية اللي فاتت ميزانية 2018 كانت معاناة وشقاء للمواطن. نأمل أنه هذه الميزانية تكون فيها خير وبركة على الشعب السوداني، ويكون في إرادة سياسية لمتابعة تنفيذها بدقة ولخفض المصروفات الحكومية بشدة. وأيضا الحكومة إذا تطلب من المواطن أنه يربط حزامه على بطنه، ينبغي نفس الحكومة أيضا أن تربط الحزام على بطنها حتى نتحمل معها كثير من المعاناة، ويستطيع أن نعبر بعد 3 أشهر الأولى. هناك بشريات تقول الحكومة أنه هذه 3 أشهر الأولى سيعقبها يعني نوع من الرخاء النسبي بالنسبة للمواطن، ونتجاوز الاختناقات في السلع الأساسية، ونعبر أنه يكون هناك استقرار في سعر الصرف، يعني استقرار في الأسعار. يعني الآن أنت كل ما تذهب يوم بتلقى سعر مختلف. الآن في هذا الشتاء أعتقد أنه فيه بركة، انخفضت أسعار السكر، زيت الفول، البصل، الخضروات. يعني هذا شتاء حنين على المواطن. نعمل أنه يحصل استقرار في كثير من السلع، خاصة السلع العشر الأساسية المرتبطة بمائدة الأسرة. لأنه حتى إذا زدنا مرتبات العاملين في نهاية يناير ستبدأ الزيادة، ولكن إذا لم يتحقق استقرار سيبتلع السوق كل هذه الزيادة. وبالتالي أعتقد هذه الميزانية مهمة، ولوزارة المالية أن يكون لدى اليد العليا أيضا في مسألة مهمة جدا في ضبط المال العام ويتعلق بالشركات المنفلتة، ولاية وزارة المالية على المال العام. يعني الآن عندما نشكو هناك كثير مؤسسات الدولة، وزارة المالية ليست لديها ولاية على المال العام. هذا أمر ينبغي لرئيس الوزراء وهو وزير المالية أيضا أن يحرص أنه هذه الشركات المستأسدة أن تعود إلى بيت الطاعة. صحيح، وأيضا يرتبط يعني غير جانب بنود الصرف وهذا الضبط اللي بتحدث عنه، يعني في وضع خطة ثابتة وواضحة للسعي لاستغلال الموارد، الاستثمار، الإنتاج وغيرها من هو كويس أنه هذه الموازنة تقوم على البرامج. وبالتالي البرامج يمكن حسابها بدقة ومراقبة تنفيذها، وبالتالي في 3 أشهر الأولى ستتضح مؤشرات أين تمضي بنا هذه الميزانية.